بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم اليوم في دروس تاع الكهرباء. اليوم راح نتحدث على تفريغ المكثفة. عندنا دارة كهربائية راهي متكونة من مولد للتوتر الكهربائي والتيار الخارج منه هو اي، وعندنا بادلة فيها مسريين او قطبين اللي هما الواحد واثنين، عندنا مكثفة السعة تاعها هي سي، وناقل أومي مقاومة تاعو هي ار. اذا كي نديرو البادلة في الوضع رقم واحد نكونو في حالة الشحن. اذا كي تكون البادلة في الحالة رقم واحد اذا تكون حالة شحن للمكثفة. وحنا في الدرس تاع اليوم راح نتحدثوا في حالة تفريغ. إذا في الحالة الأولى نشحنوا المكثفة ومن بعد نبدلوا البادلة تاعنا ونحطوها في الجهة رقم اثنين، تولي الدارة الكهربائية تاعنا ممثلة في الشكل التالي هذا اللي هي دارة تفريغ للمكثفة. إذا كما رانا نلاحظوا في الشكل التيار الكهربائي ما يكونش داخل المكثفة، لأن في حالة تفريغ التيار الكهربائي يكون خارج من المكثفة. إذا السهم الأخضر يكون خارج من المكثفة. إذا التوترات اللي رانا نلاحظوها في المكثفة تتمثل في توتر تاع المكثفة اللي هو إي سي، والتوتر الثاني اللي هو توتر ناقل الأومي أو التوتر بين طرفي ناقل الأومي اللي هو إي آر. إذا كما رانا نلاحظوا الإي راهي داخلة للناقل الأومي، كما على بالنا كامل جهة التوتر راهي عكس جهة التيار. إذا الإي آر والإي سي راهم متعكسين. إذا بتطبيق قانون جمع التوترات عندنا إي سي زائد اي ار يساوي الصفر. كما قلنا الاي سي والاي ار راهم متعكسين، اذا نقدروا نكتبوا بلي اي سي يساوي ناقص اي ار. اذا الاي سي تاعنا نكتبوه، اذا اي سي زائد الاي ار اللي هو ار في اي، اذا اللي يساوي الصفر. وكما على بالنا الاي اللي هو سي في دي اي سي على دي تي، اذا نكتبوا اي سي، اذا نكتبوا اي سي زائد ار في سي دي اي سي على دي تي يساوي الصفر. كي نقسموا على ار سي نلقاو واحد على ار سي في اي سي زائد دي في اي سي على دي تي يساوي الصفر. اذا تحصلوا على معادله تفاضليه تكتب من شكل دي اي سي على دي تي زائد واحد على ار في سي في اي لي سي يساوي صفر، وهي معادلة تفاضلية لتمد لنا توتر بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن. إذا وهذه المعادلة نسميوها معادلة مثلا معادلة رقم أربعة. الحل تاعها يعطى من شكل أو سي اللي هو أو سي يساوي ثابت نسميوه أ في الإكسبونونسيال ثابت نسميوه ألفا في الزمن تي. هذه المعادلة نسميوها العلاقة رقم خمسة. إذا هنا عندنا في المعادلة التفاضلية عندنا مشتق أو سي بدلالة بالنسبة للزمن. إذا كتبوا دي أو سي
بالنسبة للزمن هو مشتق المعادلة رقم 5، إذا اللي هو أ في ألفا إكسبونونسيال ألفا تي. إذا نعوضوهم، نعوضو إي سي أ ألفا تي إكسبونونسيال ألفا تي ودي إي سي ب أ ألفا إكسبونونسيال ألفا تي في المعادلة التفاضلية، نحصلو على المعادلة التالية اللي هو أ ألفا إكسبونونسيال ألفا تي زائد واحد على آر سي في أ إكسبونونسيال ألفا تي يساوي الصفر. إذا نخرجوا أ إكسبونونسيال ألفا تي أ إكسبونونسيال ألفا تي كعامل مشترك، يبقى لنا ألفا زائد واحد على آر سي يساوي الصفر. إذا حل المعادلة التفاضلية التالية، احنا عندنا أ عبارة عن ثابت إكسبونونسيال ألفا تي ما راحش ينعدم، إذا يبقى لنا العنصر هذا اللي راح ينعدم، إذا ألفا زائد واحد على آر سي اللي هو المعدوم، إذا منا نلقاو ألفا تساوي ناقص واحد على آر سي. إذا هذا فيما يخص ثابت ألفا. إذا يبقى لنا نلقاو ثابت أ. إحنا عندنا شروط ابتدائية كي تكون تي يساوي الصفر، توتر بين طرفي المكثفة كان يساوي القوة المحركة الكهربائية، أي إي سي هي نفسها أ. إذا كي نعوضوا في المعادلة رقم 5 نلقاو أ يساوي أ. إذا منا نستنتجوا توتر بين طرفي أو بين لبوسي المكثفة يعطى بالعلاقة التالية، إي سي يساوي أ اللي هو أ في إكسبونونسيال ألفا اللي هو ناقص واحد على آر سي في الزمن تي. إذا هذا هو توتر بين طرفي المكثفة. إذا نروحوا للتمثيل البياني اللي مدلنا. إذا التمثيل البياني اللي مدلنا إي سي بدلالة الزمن تي. إذا ما نرسموه عندنا في اللحظة تي يساوي الصفر، نعوضوا التي بالصفر، إذا إي سي تساوي أ إكسبونونسيال واحد أو ناقص واحد على آر سي في صفر يساوي أ إكسبونونسيال صفر، وهذه يروح للواحد، إذا يبقى لنا إي سي يساوي أ. إذا هذا فيما يخص تي يساوي الصفر. إذا كي يكون تي يؤول، إذا يؤول إلى ما لا نهاية، نكتبو إي سي عند ما لا نهاية يساوي أ في إكسبونونسيال ناقص واحد على آر سي في ما لا نهاية. إذا يبقى لنا أ إكسبونونسيال ناقص ما لا نهاية، وهذه تروح للصفر، إذا يبقى لنا إي سي يساوي الصفر. إذا هذا هما مميزات المنحنى البياني تاع إي سي، وقلنا إي سي هو عبارة عن دالة أسية عند الصفر يمدلنا قيمة عظمى اللي هي أو عند ما لا نهاية المنحنى تاعنا راح يقول للصفر. إذا راه موضح في الشكل التالي، قلنا عليه هو عبارة عن دالة أسية متناقصة، عند الصفر عندنا إي سي يساوي أو، عند ما لا نهاية عندنا الـ EC يؤول إلى الصفر، وشكراً.